كل سنة وحضرتك طيبين. حضرتك. وحضرتك طيب. بقول لحضرتك أنا عايزة أشتكي لك بنتي. أنا اتكسرت عليهم بقالي 20 سنة، أبوهم سابهم ومشي. ولدين وبنت. الولدين اتجوزوا وخلفوا، مفيش عيل فيهم غلط فيا. هي بتغلط فيا، هي مدرسة أصلا، علمتها بقت مدرسة. وشقيت عليهم وربيتهم وعلمتهم. بتغلط فيكي ليه؟ بتغلط فيا، أي حاجة قدام الناس تكسفني تشتمني تغلط فيا. هي متجوزة؟ لا والله أنسة، عندها 27 سنة. وبتغلط فيا بتشتمني، أنا بتكسف قدام الناس فبتحرجني وبتشتمني. ما بتجيش بعد كده تندم وتعتذر لك وتبوس إيدك وتقول لك أنا آسفة؟ لا والله يا بنتي ما بتقولش والله. بتغلط ليه بقى؟ يعني مثلا احكي لي موقف كده. اي حوار كان نتكلم مع بعض تغلط فيا وصوتها عالي وتشتمني قدام الناس؟ اه والله. دي مجنونه ولا ولا عاقله؟ لا عاقله طبعا، اصل اللي بيعمل كده المجانين. عاقله. عاقله يعني عندها عقلها، ما تكشفي عليها. وصوتها عالي، وانا بكتب من صوتي العالي يا بنت، ما تعليش صوتك. هي يتيمة ولا مطلقة؟ لا مش مطلقة، ما اتجوزتش قبل كده. باباها توفى؟ لا باباها مش بقاله 20 سنة، سنة عندها 7 سنين. وانا باباها مش موجود اصلا. طلقك ومشي يعني؟ طلق سابني على 18 سنة. وبعد كده طلعني غيابي برضه. بس مفيش ولا مرة جت قالت لك انا اسفة حقك عليا وبس كده؟ ترجع بقى كده، ما عملتش اي حاجة. وانت لما بتتكلمي معاها وتقولي لها كده وتعيطي لها او حاجه ما بتحنش؟ لا 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 والله. اديها باللي في رجلك. لا لا استني بس، لا ثانيه خلينا بس نوصل. ثانيه بس انا هقول لها وحضرتك رد بقى. يعني حضرتك رد. ايوه هي تعلي صوتك عليها، ليه ما بتقوليش قلع اللي في رجلك وحتفيها بيه وتقولها اياك تعلي صوتك عليها قدام الناس برضو؟ ما اقدرش والله يا بنتي. ليه ما تقدريش ليه؟ ده مثلا لو عملت كده تقوم تضربني. طب خليها تقوم تمد ايديها عليكي كده والله يا بنتي تقوم، والناس حواليكم والله تقوم يا بنتي. هي تكسفك وانت ما تقولهاش تلمي واحترمي نفسك. بتلاشاها قدام الناس عشان ما تحرمنيش. بتلاشاها؟ لا دي مجنونه. لا لو مجنونه تتعالج. انا كنت اتمنى من الله تقولي بنتي دعاء. انا حضرتك هترد. خليني ارد عليها. ماشي يا حاج. بصي بصي يا فضيله الشيخ، هو احنا متربيين على كده؟ بس احنا متربيين على كده يعني. هو انا مثلا صوتي، انا صوتي عالي، انا صوتي قد كده اساسا، بس انا اقدر ازعق لامي؟ لا لا ده بتضل بصه، ما اقدرش يعني. تقولي ما تعليش صوتك وزعلها، ما اقدرش ما اقدرش. فالام الضعيفه ليه الام تبقى ضعيفه كده؟ اتفضل حضرتك رد. انا عايز دايما لا تاخذنا المشاعر تجاه السؤال عشان نعرف نحط الاجابه الصحيحه. الحقيقه احنا عندي قد يكون هناك مشكله ان البنت ديك عندها مشكله نفسيه، فممكن الاول نبدا نعملها المعامله الطبيعيه ثم المعامله المرضيه. يعني خلي حاجه تفهم كلامي، الاول المعامله الطبيعيه ان الحاجه ممكن تقاطعها، يعني تخصمها يوم او يومين او ثلاثه، وبعدين تزق حد من اخواتها عليها عشان، او حد من الناس يزقها ان تروح تصالح مامتها وتعتذر لمامتها. دي طريقه بنعملها اوليه، لان ممكن يكون البنت مريضه نفسيا بسبب وقع الطلاق على امها من الاول، فممكن يكون عندها مرض نفسي او اكتئاب او ما شابه ذلك من الامور. فخلينا ناخدها بالصوره دي الاول، يعني خلينا نقول لها يا حاجه الاول لما تعمل فيكي موقف زي كده خصميها فتره يوم اتنين ثلاثه، ما جاتش تصالحك زقي حد من الناس عليها عشان تيجي تصالحك، لما تيجي تصالحك عاتبيها وقولي لها انا كده زعلانه وعبري عن اللي في داخلك. طيب ده ما جابش نتيجه، يبقى احنا كده نفسي، يبقى احنا محتاجين نحجز عند حد من الاطباء النفسيين ونروح. انت اللي تروحي الحاجه الكبيره امها تروح تقول للدكتور او الدكتوره انا عندي بنت بتعمل كذا 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 كذا، فايه الحل؟ قالت لها هاتيها لي، تاخد البنت وتروح تقدمها لها، لان ده قد يكون مرض نفسي واحنا ما بنبقاش واخدين بالنا. طب ولو هو قله ادب؟ قله ادب بقى تعاقب، يعني قله الادب تقابل اكيد لها خال، اكيد لها عم، اكيد لها حد يعاقبها، يعني يبقى ليه نوع من انواع العقاب ان يشد عليها او يعاقبها عقابا شديدا في هذا. لاني ما ينفعش اقابل بس يا استاذ، انا عارف انا عارف انا عارف ان انت متضايقه وعارف ان ده كلام، انا نفسي برضو متضايق وما بطيقش الحاجه زي كده، ومش هقول لك بس ده موقف حصل قدامي في مره وانا كنت انا اللي هروح في حديد. يعني انا شفت واحد بس بيدي ايده على امه، فتقريبا انا ما قدرتش اتمالك نفسي وانا اللي دخلت انهار عليه بالضرب. طب شفت بقى؟ ايوه ده مشاعر بقى، لاني حاجه ده لقطه انت شفتها، بس هي طبعا عشان بتكلمنا فاحنا عايزين بس نفهمها ايه اللي ممكن تعمله. لو في ليميت
في حدود. الست بقى ما هو الامهات الحنيه مش معناها ان انا اسيب العيال يتطاولوا عليا او يضربوا او تقول لك هتضربني. طب انا هقول لك ده بقى النقطة الثالثة اللي أنا عايز أقولها، إن ده ضعف في شخصية الأم نفسها. ما ينفعش. يعني الأم نفسها شخصيتها ضعيفة، فعايزة حد يعني يدعم هذه الشخصية أو يديها نوع من أنواع القوة، اللي إحنا بنعمله بقى، إن أنا بقول لها خليكي قوية، خصميها يومين ثلاثة، ما جاتش الراجلين اللي مخلفاهم الرجالة عندها أولاد ذكور؟ ولادين. يبقى هنا الإخوات لما نخصمهم ونخلي نكلم حد من إخواتنا من إخواتها يعاقبها على كده ويشد عليها إن تيجي تعتذرلك وتبوس على إيدك وراسك. بعد لما يحصل كده لو ما حصلش كده هم اخواتها يعاقبوها من جنس ما تفعل، يعني نشوف ايه الطريقه. ما انا مش عارف البيئه اللي هم عايشين فيها برضه، قد تكون او قد لا تكون. انا مقدر طبعا شعورك ان ده موقف صعب جدا وان احنا ما ينفعش نقبل هذا، لكن خلينا نحله بطريقه يعني فيها طبعا يعني وانا عارفه، بس يعني انا شفت قدامي ناس متعلمين وكده، وشفت واحده يعني بتقول لمامتها وانت مش فاهمك، انت تفهمي حاجه المشكله. فكان صدمه عمري، قلت لها لو انا يعني قلت لامي بيني وبينها لوحدنا انت فاهمك انت وانت تفهمي، بيبقى لا يمكن اقدر اقول كده وانا وهي قاعدين في اوضه لوحدينا، وممكن تقاطعني العمر كله، وممكن تقولي اطلعي بره، يعني ما انا ما اعرفش هي عمرها ما هوصل للمرحله دي. فانا متربيه على احترام امي، ده ما اقدرش يعني. فان واحد تتطاول قدام الناس كمان ده اهدى يعني. انا لو انا عملت كده لا، امي وليها الحق انها تقلع اللي في رجلها وتحدفني بيها لو قدام الناس، لانه انا تعديت حدودي وهزقت امي قدام الناس، لا ده انا اخد بيت جزمه على دماغي. شكرا جزيلا فضيله الشيخ. عندنا فاصل قصير وهنكمل حلقتنا بعد الفاصل.